أو ابتكار أعتقد أنه ممكن يكون مفيد جدا خلال الفترة الجاية إذا تم تبنيه من جانب أي جهة من الجهات. أبدأ بك يا عمر، وعايز أعرف منك مبدئيا كده، أنتوا كم شخص مكونين لفريق العمل؟ تمام. فكرة التيم مبدئيا الأول هي احنا اتقسمنا 15 ممبر، بتكون كل ال 15 بيكون بيتقسموا ثلاث لجان. اللجنة الأولى بتكون الميكانيكال ديزاين، اللجنة الثانية بتكون الإلكتريكال أو الكهرباء، اللجنة الثالثة السوفت وير. كل واحد بيكون مترأس السب تيم ده، بيكون تحته ناس شغالة بحيث إن هو يليد التيم ويليد المنظومة التعليمية بتاعته. تمام. بيكون في لجان تانية، في البي ار ده بيكون هو اللي بيخلص التصاريح والطلبات اللي بنحتاجها مثلا بره، سواء عايزين نخلص تصريح لحمام سباحه او كده او غيره. وفي سي اف او ده بيكون هو المسؤول عن الفلوس اللي خارجه واللي داخله من التيم، لان احنا بنحتاج دايما نشتري حاجات للمشروع بتاعنا، هو اللي بيكون مسؤول عنها. فدي التقسيمه بتاعتكم، انتوا عباره عن 15 شخص. بالظبط. طيب انت في اي مجموعه من المجموعات؟ تمام. انا ليدر تيم، وفي المجموعات دي انا شغال ميكانيكال ديزاينر وشغال في الكتريكال برضه في نفس الوقت. يعني قايم بدورين يمكن في المشروع. بالظبط. طيب فاروق، عايز اعرف منكم مبدئيا اختيار الفكره او اختيار الموضوع كان جاي ازاي؟ فكره الغواصه اللي هي متعدده المهام دي. الغواصه جت الفكره بتاعتها من المسابقه، احنا شفنا المسابقه بتاعت ميت ار او في، شفنا انها صديقه للبيئه، انها بتحاول تحل مشاكل كتير جدا، مشاكل التلوث الموجوده في الانهار، في المحيطات، المخلفات وبالذات البلاستيك، شفنا حيوانات كتير بتتاذى بسبب الموضوع ده، فاحنا شفنا انها فكره جميله، حاجه تتنفذ، تقدر تنزل لحد 60 متر، بتقدر توصل لأماكن صعب إن العنصر البشري يوصل لها لأنها خطر، بتقدر إنها تنقي زي ما قلت قبل كده المياه النهر أو من المخلفات عن طريق حاجة اسمها السيبن. السيبن بيسحب كل المخلفات زي فلتر كده بيبقى في المياه. كمان إحنا بتقدر إنها تقارن لو إحنا عندنا شعاب مرجانية حصلت مثلا فيها تطور، هي بتقدر تقارن التطور ده على حسب السنتين أو الثلاثة اللي فاتوا. يعني لو أنا مثلا عندي شعاب مرجانية موجودة في الوقت الحالي وجيت وريت لها الشعاب المرجانية كمان 3-4 سنين لنفس المكان، هتقول لي إيه اللي حصل بالضبط، إيه التغيرات اللي حصلت. فدي حاجة كويسة جدا. كمان هي متزودة بجريبرز، أو نقدر نقول إنها مسكات. المسكات دي بتقدر إنها تمسك الأوبجكت تحت المية. متزوده بثلاث كاميرات، الثلاث كاميرات بيقدروا ان هم يديتكت الاوبجكت، اي اوبجكت او اي جسم موجود تحت في المايه بشكل ثابت، تقدر انها تديتكته وتعمل له مابينج. كمان بتقدر تمسك مكعبات. فكل ده حاجات تبع الثيم بتاع المسابقه. الثيم بتاع المسابقه اصلا كان اصله اللي هو البلاستيك بولوشن، الكلين ووتر واي، وكمان الكلايمت تشينج. فعلى اساس ده احنا عملنا الفيتشر دي كلها الموجوده في الغواصه بتاعتنا. يعني